شعايب و اسمع ابو ساره هاي مقصوده قدامك مقصوده هاي الله الله ارد انصحك يا فلان وتسمع مني روح ابعد ببيت امك لعد تغني ولولا تكشم حالك ما توصلني اني ابن العبيدي وهذا الميدان هاي عيوني ابو ساره ومدر الزين اكيد مقصوده خلي يشوف هالبالي يلا طير ابو ساره انا تصويرك المن هاي المن يلا طير يا فلان وتسمع مني روح ابعد ببيت امك لا تتغني لولا تكشف حالك ما توصلني لولا تكشف حالك ما توصلني اني ابن العبيد وهذا الميدان يا رب يا يما يا يما الله الله ارد انصحك يا فلان ودسك خالص روح اشتق له رقاص وبالمراقص على عناق المطبخين ارد انصحك يا فلان ودسك خالص روح اشتق له رقاص وبالمراقص ماني عايز ثرثار وماني ناقص ما ضل علي حتى غير العجيان وكل من غنى علي ماني زعلان واللي طاير من عندي ترى مو فنان يا حرام يا حرام يا حرام طبطبت صاحب بنوات يا حرام القرابة عن الجوزات